مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم. المملكة المتحدة حيث أفادت الأرقام الرسمية عن انخفاض بالبطالة بالمملكة إلى 1.49 مليون بالأشهر 3 حتى أيار. وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية أصبح هناك انخفاض بمعدل البطالة بنسبة 0.2% ليوصل عند أدنى مستوى له من العام 75. وننتقل إلى وكالة الطاقة الدولية يلي أفادت أنه إنتاج الغاز المسال رح يتجاوز الطلب بحوالي 190 مليار متر مكعب سنويا بنهاية 2022. أضافت الوكالة من المتوقع أنه تصير الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للغاز المسال بالعالم بعد أستراليا. ومننهي من الدول العربية حيث صدر تقرير عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بيتناول مناخ الاستثمار بالدول العربية. حلت دولة الإمارات بالمركز الأول بالعالم العربي من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة بحوالي 9 مليار دولار خلال عام 2016. أتت بعد مصر بالمركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار، ثالثة السعودية ب 7.45 مليار دولار، والمرتبة الرابعة كانت من نصيب لبنان لتبلغ التدفقات الاستثمارية للبلد 2.5 مليار دولار. وفقا للتقرير هالدول الأربعة بتشكل الوجهات الرئيسية للتدفقات بنسبة 74% للعام 2016. هذه كانت أخبارنا اليوم. أنا بشوفكم نهار التنين.